السلام عليكم طلاب ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم راح نبدأ بالمحاضرة الرابعة والخامسة لمادة معدات تحليل التربة Soil Preparation Equipment. في المرحلة الأولى قسم تقنيات المكنسة. راح نبدأ إن شاء الله بالديسك بلو اللي هو المحراث القرصي. المحراث القرصي يقوم بقطع وقلب شريحة التربة بواسطة القرص مثبت على الهيكل. هذا القرص مصمم بحيث يقلل نسبة الاحتكاك بسطح التربة. هذا القرص يعمل في المحراث القرصي يعمل في الظروف التي لا يعمل فيها محراث المطرح القلاب بصورة جيدة. يتراوح عرض القرص من 60 إلى 90 سنتيمتر. كذلك اتجاه الزوايا يتم ضبطها إلى الأعلى والأسفل إلى اليمين أو اليسار. الفائدة من التحكم بالزوايا هو التحكم بالعمق وقطع الأخدود. حيث تقوم هذا القرص بقلب التربة ودفن بقايا المحاصيل القديمة النفايات. يتم صنعها يتم يعني ياخذ الحركة مالتها عن طريق رابطة بالتراكتر. يكون مصنوع من الحديد المعالج حرارية بسمك من 5 إلى 10 ملم. كذلك القطن مالته يتراوح من 8 إلى 60 أو من 16 إلى 95 سنتيمتر. الرسم المحراث القرصي. القرص الشكل رقم الأقراص ديسك الفريم الهيكل. هسه عندنا الأمشاط القرصية. الأمشاط القرصية هي تختلف أعدادها من نوع إلى آخر. تترتب بصورة أفقية. هاي وظيفتها إنه قطع بقايا التربة، النباتات، الجذور تتحرك، يعني يكون هي فيها ممكن صفين أو صف واحد. تنقسم الى نوعين، يا اما سنجل اكشن ودبل اكشن، اتحادية الاتجاه وثنائية الاتجاه. مثل ما وضح معكم بقسم